بداية، هل من معلومات إضافية من هي هذه الشركات الحكومية، وهل فعلا تقدمت بطلبات إدراج لديكم؟ اهلا وسهلا. اولا الخطه طبعا مبنيه على 5 سنوات، اطارها الزمني 5 سنوات. تركيزنا على احجام هذه الشركات والقطاعات التي تعمل بها، وحاليا انا لا يمكن الافصاح عن عددها، او انه في شركات في اتفاق مع جهاز الاستثمار العماني باعتبار المالك لهذه الشركات. وطبعا معظم هذه الشركات لها شركات اجنبيه، وبالتالي خلينا نقول عمليه اعلان عنها ستتم بعد الموافقات بالكامل. مثل ما ذكرت، الخطة مبنية على 5 سنوات تخصيص. هدفنا الرئيسي في هذا التخصيص أنه نكمل الشركات اللي هي خارج المؤشر، باعتبارنا بلد معتمد على النفط، وبالتالي هنالك قطاعات غير متوفرة، منها قطاعات النفط، قطاعات اللوجستيات، وهذا هو هدفنا الرئيسي مع جهاز الاستثمار حاليا. القطاع النفطي إذن والقطاع اللوجستي، هذه هي الشركات أو القطاعات اللي بتستهدفونها. طب وبالتالي هل من يعني ذكرت الإطار الزمني للخطة هو 5 سنين، ولكن أنتم بتتوقعوا إدراجات ابتداء من هذا العام، هل نتوقعها ابتداء من الربع الأول مثلا من هذا العام؟ نتوقعها بإذن الله من النصف الثاني بإذن الله من هذا العام. إدارة الإصدارات تأخذ مجراها، تأخذ أيضا مثل ما ذكرت أن معظم هذه الشركات هي عبارة عن شركات أجنبية أيضا، فبالتالي عملية الإصدار أو الإدراج بتتطلب وقت، ولكن نأمل أن نحن نفصح عنها إن شاء الله في الربع الثاني، بحيث تكون جاهزة للإدراجات خلال النصف الثاني من العام. ماذا عن استهداف شركات كبرى من القطاع الخاص أيضا؟ هل هناك مساعي في هذا الإطار لزيادة العمق في السوق؟ طبعا هنالك مساعي كثيره مع الحكومه، وتم رسم خطوطها العريضه، ولكن ننتظر باذن الله الافصاح من الحكومه، تشمل العديد من الحوافز للشركات الخاصه بانها تدرج في السوق. طبعا هذه الحوافز بالعاده تكون حوافز متعلقه بالاعفاءات الضريبيه او التخفيض الضريبي، او ممكن تكون في اولويه في مجلس المناقصات وغيرها من الحوافز. وبالتالي هذه ما زالت خلينا نقول خطوطها العريضه رسمت، وانما في انتظار افصاحها بشكل رسمي من الحكومه. وما عدد الطلبات الان المقدم لديكم لهذا العام للادراج؟ ما هو موجود بالبايب لاين؟ يعني القطاع الخاص عم بحكي. بالقطاع الخاص حاليا في شركه تبدا ان شاء الله في نهايه الشهر الاكتتاب بها، او هذه الشركه الاولى لهذا العام، في شركه اخرى نتوقع ان شاء الله في الربع الثاني. هذا اللي موجود في من ناحيه الشركات الخاصه، ولكن طبعا مثل ما ذكرت الحوافز لم يتم اعلان عنها، لم يتم الموافقه عليها بشكل رسمي، وبالتالي هي هذه خلينا نقول الشركات اللي اتت من باب التمويل او من باب الطرح فقط. طيب سيد هيثم، في ظل هذه الخطة ما هو المستهدف على المدى الأطول؟ يعني نحن عم نتحدث هلأ عن حوالي 180 شركات مدرجة في السوق، ما هي الأرقام المستهدفة من حيث عدد الشركات المدرجة، من حيث أحجام السيولة؟ يعني خلينا نقول نحن عندنا 167 أداة مالية تشمل الشركات وتشمل أدوات الدين وتشمل أيضا صناديق الاستثمار المدرجة. نحن نأمل أن نحن نوصل فوق 200. ليس هدفنا العدد بشكل أساسي، هدفنا الأساسي أن يكون عندنا شركات ضخمة. نحن نعاني أن بورصة مسقط تفتقر للشركات الضخمة الكبيرة، ومعظم الشركات الضخمة الكبيرة هي فعلا متمركزة في القطاع المالي وهي البنوك. لذلك هدفنا الأكبر أن نحن نوجد شركات ضخمة مدرجة في البورصة أكثر من عدد هذه الشركات المدرجة. يعني خلينا نكون واقعيين، عندنا عدد الشركات المدرجه في الاسواق خلينا نقول المنطقه اقل من ذلك بكثير، ولكن احجامها كبيره، وهذا ما نفتخره. نحن عندنا عدد كبير من الشركات، ولكن نحتاج الى شركات ضخمه، وهذا اهم الخطوط العريضه للاستراتيجيه ان نوجد شركات ضخمه. استاذ هيثم، هل السعي الان للترقيه على مؤشر فوتسي للاسواق الناشئه ام مؤشر ام اس سي اي، وهل في مفاوضات مباشره بين مع فوتسي وام اس سي اي؟ طبعا المفاوضات كانت مفاوضات قديمه بدت مع المؤشرين، ولكن في الوقت الحالي نحن بدينا مع فوتسي المفاوضات، استكملنا كل المتطلبات. نركز في الوقت الحالي على المتطلبات الخاصه بالحجم السوقي والاسهم المتاحه للتداول، وبالتالي نسبه مثل نسبه التمركز، ليست نسبه التمركز، نسبه
الاستثمار الأجنبي وحدودها نريد نرفعها بحيث أنها توفر أسهم أعلى للتداول. ففوتسي أوليتنا ولكن هدفنا أيضاً MSCI كمؤشر. لأدي هي هلأ حالياً نسبة تملك الأجانب في السوق؟ ما هي النسبة المسموح بها وكم تنون رفعها؟ يعني النسبة الحالية هي في حدود الـ 14.5%، ولكن هدفنا أنه إن الشركات ترفع من نسبة التملك الأجنبي أو الحدود من 49% إلى 70%. طبعا عندنا شركات متاح فيها 70% وعندنا شركات متاح فيها 49، هي طبعا محددة عبر الأنظمة الأساسية لهذه الشركات، فراح تكون في مفاوضات مع الشركات أنه يتم إتاحة نسبة تملك أعلى للأجانب. نسبة الـ 14% هي نسبة تملك الأجانب حالياً في السوق؟ هي نسبة التداول حالياً في السوق وليست نسبة التملك. وأيضاً تنوون رفع هذه النسبة؟ هدفنا الأساسي أنه نرفع هذه النسبة. طبعاً نسبة التملك في السوق خلينا نتكلم عنها بشكل واضح، معظم الاستثمار الأجنبي عبارة عن يعني باسيف، وبالتالي ما راح يكون فيها تداولات، ما راح تضيف أحجام تداول، وإنما هي فقط تدل على أنه مستثمر أجنبي دخل في مشروع معين على جاذبية السوق بشكل أساسي من ناحية التجارة. أما من ناحية التداولات واللي هو نحن نركز عليه اللي هو دخول المستثمر عبر محافظ الاستثمار العالمية، وبالتالي تركيزنا في الوقت الحالي على سهولة دخول هذه المستثمرين، سهولة دخول الأموال، أيضا عمليات فتح الحساب، أيضا التركيز على أنه نحن نكون عندنا كل ما يتطلبه المستثمر الأجنبي مثل فتح حسابات اللي هي الأومنيباس اللي هي الحسابات المجمعة، الربط مع مؤسسات الإيداع الدولية مثل يوروكلير وكلير ستريم، هذه كلها في البايبلاين. طب وبالتالي ماذا تتوقعون لأحجام السيولة في السوق بعد الترقية، وما هو الإطار الزمني للترقية؟ أيضا متى تتوقعون الترقية في المرحلة الأولى على مؤشر الفوتسي؟ طبعا عملية المراجعة للترقية تتم بشكل سنوي، وبالتالي لحد ما نحن نوفر المتطلب من ناحية السيولة ومن ناحية الحجم السوقي، نحن متوقع أنه في خلال 2023 نكون وفرنا كل المتطلبات، وبالتالي ندخل في اللي هو قائمة اللي خلنا نقول المراقبة أو الواتش ليست. فهدفنا أن في 2023 نقدر ندخل الواتش ليست، وبالتالي الواتش ليست بالعادة تبقى البورصة سنة في الواتش ليست، ومن ثم يتم رفع تقييمها أو اللي هو الأبجريد إلى الإيمرجينج ماركت. أستاذ هيثم، ماذا عن توقعاتكم لأحجام السيولة في السوق وارتفاعاتها بعد الترقية؟ هدفنا الأساسي أن نحن نكون على الأقل في المرحلة الأولى ضمن المتوسط الخليجي. الهدف طبعاً أن نكون عملية اللي هو تدوير رأس المال السوقي نسبته اللي هو تيرن أوفر في حدود 17%. حالياً نحن في حدود 6.5 أو 7% تقريباً. هدفنا أن نكون على الأقل في المرحلة الأولى في 17%، وبالتالي لتحقيق ذلك نحتاج يعني خلينا نقول أن نضاعف أحجام التداول خلال الثلاث سنوات القادمة. وهون عم نتحدث عن أحجام التداول بالمقارنة مع القيمة السوقية. بالضبط.